وبركاته. اهلا وسهلا بكم جمهورنا الكرام، ورجعنا لكم في برنامج اربح مع توب سنتر. واحب اذكركم بالمسابقات، هي اسئله الفناجين واسئله عامه مع عفاف والهام. وفي سؤال الشات هو قولي الهام سؤال الشات، في اي عام فرض الصيام؟ عفاف اذكر ارقام للتواصل معنا. من داخل السعودية 7-0-0-7-4-4-2، ومن كل أنحاء العالم 0-0-8-8-2-1-6-2-2-7-7-4-1-0-6. تحويل الرقم 6. واللي يحب يرسل سؤال الشات بيظهر بعد البث الاسمس رقم ترسل عليه طفل أو طفلة، وإن شاء الله تفوزون معنا عشان تدخلون السحب. والسحب طبعا من وقت ما خلص هذا البث او من الحين حتى بكره قبل ان نبدا البث، يعني 24 ساعه. يلا نبدا الحين نتكلم مع فاف والهام وندردش معهم، فنبدا بهاشتاج اطبخ معنا. يلا كل واحد يقول اكله من عندها. ابدا الهام. طيب انا عندي حلا. ما اعرف اسمه. حلا اللي فيه حلا. طب اقول قولي لا لا لحظة، هو تجيبين قشطة ودريموب وشي ما أعرف اسمه، المهم تحطوه في الخلاط. لا أول طبقة تحطين بسكوت مع حليب وتحطينها في الصينية، طبعا تكون الحليب مهروس في أيوة بسكوت، البسكوت مهروس يعني في حليب، أيوة يعني يكون مبلل الحليب. أيوة. والطبقة الثانية تحطين درموب بقشطة وهذا كل شيء مدري، وتخلطينها تمام وتحطينها، تصير هذه الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة تسيحين تحطين في النار قشطة وش اسمه أبو الرز، وبعدين تحطين فوقها الطبقة وحطي في الثلاجة بالعافية. أوكي يلا إلهام. حلا نسكافة. طيب اللي نحتاجه حليب ونحتاج موية ودريم ويب، مو لازم يعني اذا حابة تحطين دريم ويب حطي، ونحتاج اقصد اوريو، معليش اوريو، حلا الاوريو، ونحتاج اوريو. ايوه نجيب صحن اوكي، نحط فيها الحليب والموية نخلطها، وبعدها نكسر الاوريو ونحطه فيها، وبعده خلاص نخلطه حتى يصير يعني كذا كويس، ونحطه في صحن ونحطه في الفريزر بالعافية. تالا حلا دورك. أما أنا سويت أو بسوي أيوة، بس قبل عندها اتصال بعدين أقول لكم الحالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفيني على اسمك. نور. ما شاء الله، من فين يا نور؟ من الرياض. ما شاء الله، تحبي تشارك في الغاز الفناجين ولا أسئلة عامة مع عفاف وإلهام؟ مع عفاف وإلهام. أوكي يلا اسألوها. ما هي عاصمة الإمارات؟ ما هي عاصمة الإمارات؟ أيوة في الخيارات؟ ايه ابو ظبي او الرياض او ابو ظبي. ابو ظبي. اجابة صحيحة، ودخلتي معنا السحب، وان شاء الله تفوزين باحسن الجوائز. واحب اذكركم طبعا بالجوائز، سكوتر امن هذا هو شكله، وايفون 7 وكوبونات شرائية من توب سنتر. وطبعا بقول لكم الحلا او هو حلا شوكولاته، كيكه شوكولاته. جيبون كلنا هلا. جيبون كرتون الكيك هذاك الشوكولاته، ايوه، وتحطوه في صحن وتحطوه يعني في الفرن وتحطوا النوتيلا. بالعافيه. بس صراحه يعني ايش اعرف اشرح صح؟ طيب ليه من اللعبه خفيفه ظريفه؟ ها؟ طيب يلا نلعب جينجا ولا نبدا جينجا؟ بس قبل بنروح لتوب سنتر بعدين نلعب جينجا او تحدي الهامس. نشوف يلا نروح لتوب سنتر.
المشاهدين اهلا وسهلا مره اخرى هنا وعبر برنامجكم اربح مع توب سنتر. حقيقه في هذه الليله الجميله والرائعه هناك العديد من الاسئله المتنوعه مع نجماتنا ارجوان، لارا وايضا رحمه. حقيقه هناك ايضا مفاجات حتشوفوها في هذا اليوم، عباره عن مسابقات وايضا اسئله متنوعه حنقدمها للمشاركين والمتسابقين معنا والمتسوقين في توب سنتر. مثل ما نعرف ان حنبدا معكم البث المباشر في الساعه 11 من مركز توب سنتر وايضا من استوديو عبر برنامج اربح مع توب سنتر. طبعا عندنا هالاموره الحلوه الشطره، حنتعرف عليها. اسمك ايش؟ لبنى. يا هلا والله بلبنى. لبنى ايضا عندنا هالبطل ما شاء الله عليه، اسمك ايش؟ حجاب. مين؟ حجاب. حجاب. اسمك مين؟ حجام. عزام. ما شاء الله عليك عزام. عزام كم عمرك؟ حجام. كم عمرك؟ عزام. عزام هو بس ما يعرف العزام، عزام يعني خلاص صامل كذا ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه ان شاء الله. طيب قلت اسمك ايش؟ لبنى. لبنى يا هلا لبنى. لبنى طبعا انت مسعده للسؤال الان؟ ايوه. طبعا اذا عرفت السؤال يا لبنى حنعطيك قسيمه شرائيه، اذا ما عرفت بنقول لك خلاص مع السلامه. جاهزه؟ ايوه. طبعا السؤال معنا جبتنا رحمه، اعطيها سؤال صعب ما تعرفه. يلا يا رحمه شو السؤال؟ ما هو الشيء الذي اذا لمستيه صح؟ ما هو الشيء الذي اذا لمسناه صح؟ فكر شوي لا تستعجلين. لا تستعجل يا رحمه، لا تعطينا خيارات، اصبر شوي. لا تستعجلين، فكر شوي وركز على السؤال وخليك قويه، لانه عندنا اليوم قسائم شرائيه مقدمه من مركز توب سنتر. ما هو الشيء الذي اذا لمسناه صح ودائما يكون عند البوابه الخارجيه؟ الجرس. الجرس ما شاء الله عليها واجابه صحيحه، ونقول لها الف مبروك. وين صديقتنا ارجوان؟ تعالي ارجوان سريع، ويلا اختاري احدى القسائم الموجوده معنا، اختاري واحده. ويلا يا لبنى، اذا اختارت قسيمه شرائيه بقيمه 200 ريال، قسيمه شرائيه مقدمه من مركز توب سنتر بقيمه 200 ريال، ونقول لها لبنى اول متسابقه لهذه الليله مبروك. اذا رجع الاستوديو ثم نعود مره اخرى هنا لارض توب سنتر. توب سنتر طوفوا شوفوا، جودة تميز سعر مناسب. بابنا من توب سنتر، عندنا اتصال بنقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. عارفيني على اسمك؟ ريتاج. كيف حالك يا ريتاج؟ الحمد لله. تحبي تشارك في الغاز الفنادين ولا اسئلة عامة مع عفاف وإلهام؟ اسئلة عامة مع عفاف وإلهام. يلا إلهام اسأليها سؤال ولا عفاف فاضية؟ الأنبياء. من هو خاتم الأنبياء؟ أعطيني خيارات. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا النبي إبراهيم ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إجابة صحيحة ودخلتي معنا السحب، وإن شاء الله تفوزين بأحسن جائز. ويلا والحين عندنا تحدي الهمس. إلهام بتسأل عفاف. يلا ما في إذنها. يلا لحظة أمسكي لي. لحظة لسه ما بدأت. نومك بدأت. خفض صوتك إلهام مرة. اربح مع توب سنتر إلهام. اربح مع توب سنتر. يلا إلهام الحين ألبس السماعة وشوف. ايش تقولين بناتكم؟ نقطة نقطة. يلا عفاف مرة ثانية، جيبي كلمات صعبة. إلهام قولي لها قسطنطينية. الوجوه؟ بقيك ثلاث محاولات. لا بقيك محاولتين. هي ثلاث محاولتين. بقيك محاولتين. لغتي الوجوه الدينية. إجابة خطأ وإلهام فازت. كانت تقول لك القسطنطينية. القسطنطينية. دارك. يلا عفوا قولي لها
اكثر يا محبي كل حاجات العائله لحظة لحظة ما بدأت ليه ايموجي كيف خليك ضمن فطر ايموجي احلى برامج احلى هدايا احلى برامج احلى هدايا والتسوق متعة وترفيه مو هي هي جبت محاولتين مسلم ودي لها محاولة واحدة موت كنت اقول لك كلمه واقول لك كذا مره بعيد تقول لك ام موجي بعد انا الهم رح مكان ثلاثه ترى اغلى حبايب طفل ومراه وشاب وشايب ترى اغلى حبايب طفل ومراه وشاب وشايب تبسي ترى طفل يلها بعت الارض خلاص جودة تميز سعر اسمعين كلمة واحدة مو جملة اسمعت ها لا اوقف جملة لا لا بقى بجيلك محاولة ايه؟ هاي ما تتكلم والله ما تتكلم عفو عفو يلا عفو في السلام عليكم وعليكم السلام عرفين على اسمك عريب ما شاء الله تحب تشارك في الغزل فنادين ولا أسئلة عامة مع عفاف وإلهام أسئلة عامة مع عفاف وإلهام دارك. يلا اسأليها إلهام دارك ألو السؤال هو ما هي المدينة التي تسمى أم القرى خيارات مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو مكة المكرمة مكة المكرمة إجابة صحيحة ودخلتي معانا السحب والحين بياخذك الكنترول وشكرا على اتصالك ايش كنت تقولين ايش كنت واحب اذكركم بسؤال الشات هو في اي عام فرض الصوم يلا اول شيء انا كنت اقول لك الكرسي الامن رائع بس مره واحده قلتها لك بعدين قالت حركين طيب ما طيب ايش دخلت جديدك وانت تقول عفاف اقول لك انها تتحركين طيب يلا الحين نلعب جنجا واللي بيخسر طب حط على المنصه عنده شيء لحظه في النهايه نوريهم ولا الحين ها الحين نوريهم ايش تحدي نلعب جنجا واللي يخسر بيتيج لك كريمه في وجهه هو في تحدي الكف يا رب مو انا ما ابغى ليه قبل اجي حتى نصر ايش ايوه ما بجاري لا كذا لا كذا غش كذا ما في ايه لا 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 في حاجه ثانيه ايوه لا غش ليه غش يلا نبدا يا الهم يا عفاف نبدا تعالى لا ما احنا كنا نلعب شو اسمه تحدي لها سنتيلا دوري انا بعد ما حد ياخذ من فوق السلام عليكم وعليكم عارفين على اسمك ريتا
كيف حالك يا ريتاج؟ الحمد لله، وانتي؟ انا بخير كويسه. تحب تشارك في الغزل الفنانين ولا اسئله عامه مع عفاف والهام؟ مع عفاف والهام. اوكي يلا، واحده منكم تسالها. الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم. من هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم؟ طب في خيارات؟ مريم ولا مريم ولا فاطمة؟ مريم. إجابة صحيحة، ودخلتي معنا السحب وشاط فوزين بحسين الجوائز. ثانية جوائز هي سكوتر ذكي وآيفون 7 وكاميرات شرائية من توب سنتر. يلا نرجع نكمل. الحين دور مين؟ أنا العفاف. توب سنتر يا محبي، كل حاجات العائلة فيه. أحلى برامج أحلى هدايا، أحلى برامج أحلى هدايا، والتسوق متعة وترفيه. عندي حس خفيف وشديد. توب سنتر الدنيا شيلها. لا لا لا، من الدايكرا طلع دي من هنا. الأفضل هو الأجنال، كل واحد مملكة نوار. يلا 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 يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. عارفين على اسمك؟ ميلانا. ايش؟ لانا. ما شاء الله، تحب تشارك في الغزل الفنادي ولا اسئله عامه مع عفاف والهام؟ مع اسئله عامه مع الهام عفاف. اوكي يلا. الهام راح يساليها. دوري انا. السؤال هو ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اسمه؟ ما اسم أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خيارات؟ إيوة، آمنة أو مريم أو آمنة. آمنة. إجابة صحيحة، ودخلتي معنا السحب وإن شاء الله تفوزين بحسن. الله. يلا. عرف دورك. بطيخ. لا الهام الهام. توب سنتر يا محبي، كل حاجات العائلة فيه. أحلى برامج أحلى هدايا، أحلى برامج أحلى هدايا، وانت سوف متعة فيه. كلها وزيت ثقيلة. لا والله خايف. كل واحد مملكة نوار، هو الأفضل هو الأجنال. طيب شيلي يديها، خليها. أيوة لسه بس. هو الأفضل هو الأجنال، أكبر مجموعة تجارية. أنا ناوية أشيل هذه بس خايفة. لا لا مثل المرأة وشاب وشايب. توب سنتر لأغلى حبايب. مثل عفاف. أنا فجعت ماري دخل. أنا فجعت يا رب. لا لا ما يتعب معايا. إنك ما تجي كم مرة وندورها؟ لا يلا تضرب الكريمة في وجهها مرة واحدة. لا حتى تيجي في وجهك. لا مرتين. يعني كذا ما يكون في عقاب. دقيقة دقيقة ما رح تجي في وجهك. أنا متأكدة. يلا. سمي بالله مستعد. عفاف حط وجهك هنا بعد الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عارفيني على اسمك؟ ايه؟ عارفيني على اسمك؟ وعليكم السلام. اسمعيني من التليفون، تحبي تشاركي في الغزل الفنانين ولا اسئلة عامة؟ لا ما. مع عفاف والهام. لا ما. اسمعيني من التليفون.
تحبي تشاركي الغاز الفناجين ولا اسئله؟ فناجين. اوكي يلا. ابغى فناجين. طيب السؤال هو ما هو اقوى انواع الحجر؟ الالماس ولا الذهب ولا الالماس؟ الالماس ولا الذهب ولا الالماس؟ خيار الالماس. اجابه صحيحه ودخلتي معانا السحب وان شاء الله تفوزي باحدى الجوائز. يلا نبك مناديل. حطي هذا. عفوا عمو نبى فاين. والآن بنروح لتور سنتر عبر المتجر اسمه السحر عفاف وجع. نروح لتور سنتر. متابعينا رجعنا لكم مرة ثانية من هنا من توب سنتر ومعنا بعض الأمورات حبينا نتعرف عليهم. اسمك يا حلوة؟ اسمي رهف ياسين عبد الحكيم البكري. ومعنا رهف وحبينا نسألك من فين أنتي؟ من يمن. ما شاء الله طيب عندك مشاركة؟ أيوة. سمعينا. صلاتي يا صلاتي ما حبتك حياتي الطاعية حلقني وتسألي صلاتي. ما شاء الله صوتك جميل جدا. شكرا. معنا هنا أمورة ثانية ونتعرف عليها. اسمك؟ أميرة. من فين أنتي؟ من اليمن. ما شاء الله طيب عندك مشاركة؟ أيوة. يلا سمعينا. وطننا حبيبنا يحب ويحبنا ويسعد قلوبنا وطننا حبيبنا عشقنا حيرة نهار وليلة بلاد الفصيلة بلاد الفصيلة. ما شاء الله شكرا لهم. ما شاء الله شكرا لهم. والآن معنا مسابقة جميلة وشيقة مع صديقتنا أرجوان الطويل. من هنا من توب سنتر حبينا نتعرف عليكم. إيش اسمك؟ محمد. وإنت؟ عمار. حمد. أرجوان خلينا أول شيء نشرح لهم المسابقة شوي. خلاص هنشرح لهم المسابقة. طبعا المسابقة سهلة خفيفة لطيفة ظريفة. كل واحد منكم الآن حيختار اسم طير اسم طائر. خلاص ايش الطائر تختاره انت؟ صقر. صقر حلو. نصر. نصر. بومة. بومة. انت الان يا رجوان فهم المسابقة. اذا قلنا اسم الطائر مثلا اذا قلنا مثلا الصقر وين الصقر؟ كوكو كوكو. ايوه. اذا قلنا بومة كوكو كوكو. اذا قلنا نصر كوكو كوكو. بومة كوكو كوكو. صقر كوكو كوكو. ايوه. اذا كذا فهمين يا رجوان تبدي معهم المسابقة. يلا بسم الله يا رجوان تفضلي. صقر كوكو كوكو. بومة بومة. عندنا نصر وعندنا صقر وعندنا بومة. يلا نصر بومة صقر نصر نصر صقر بومة كوكو. طيب رجوان انا الان مركزين عنهم معنا. ايوه. طيب شوف انا الان في واحد حيخسر. خلاص مره من المرات كنا ماشيين ولقينا طائر يسمى صقر حلو ولكن البومه اقوم من الصقر والصقر اقوم من البومه النصر نصر نصر صقر. انت ايش؟ طيب بومه. حلو بومه. احنا ما قلنا بومه. احنا ما قلنا بومه. حلو. وايضا ما قلنا صقر ولا قلنا نصر. وبنشوف من اللي يخسر الان منهم. لازم نقوي اصواتنا. تقدموا شوي تقدموا شوي.
يا سلام، حلو. اذا واحد منهم ما راح يخسر صدقيني. يوم من الايام رحنا الى حديقه، والحديقه هذه فيها مجموعه من الطيور، وكان من هذه الطيور عندنا، من هذه الطيور كان عندنا، اتوقع انه كان عندنا اللي هو ما ادري ايش الطائر، ولكن لا لسه ما قلت بومه، ما قلت بومه. قلتها كم مره؟ كم مره قلت؟ يعطيك العافيه. يلا نسمع له تحيه يا اخوان، نسمع له تحيه يستاهل. طيب عندنا الان اثنين، انت ايش اسمك؟ محمد. وانت؟ عمار. حلو، يلا شوفوا امام الكاميرا شوفوا. طيب ايضا من ضمن هالطيور الجميله والرائعه عندنا طير يسمى صقر. كوكوكوك. نصر. صقر. نصر. صقر. نصر. نصر. حلو. صقر. 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 حلو. نصر. نصر. صقر. يا سلام، يعني ما حيخسرون على الاثنين، صدقوني حيخسر واحد الان، وحنشوف حنشوف. نكمل في الحديقه الجميله هذه اللي كانت معنا رجوان. تعالي رجوان هنا، تعالي في الحديقه الجميله هذه، لا تروحوا بعيد، خلوكم هنا. ايوه وجانا كذا، وجانا كذا في الحديقه الجميله هذه اللي يا رجوان وش كان فيها؟ نسر. 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 ابا صقر. كوكو. صقر. كوكو. نسر. صقر. ابي تخسرين انت يا رجوان. طيب حنشوف 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 الان حيخسر معنا واحد، حيخسر معنا واحد الان. قلنا وانا من ضمن هالطيور الجميله، شوفوا اذا قلت طيور كلنا الاثنين نقول كوكو كوكو. خلاص جاهزين؟ يلا. ومن ضمن هالطيور الجميلة الصقر والنصر. صقر. نصر. صقر. نصر. نصر. صقر. 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 اسمعنا بتحية الاثنين، اسمعنا بتحية الاثنين يستاهلون. تعالي يا يلا كل واحد منكم، انا حيختار قسيمة شرائية. تفضل. فاز معنا، تعال فاز معنا. اسمك مين؟ عمار. عمار بقسيمة شرائية مقدم مركز توب سنتر بقيمة 100 ريال. وأيضا معنا اسمك ايش؟ محمد. محمد فاز معنا بقسيمة بقيمة 150 ريال مقدمة من مركز توب سنتر. شكرا محمد، شكرا عمار. إذا أعزائي المشاهدين رجع للاستوديو، ثم نعود مرة أخرى هنا لداخل المركز. هو الأفضل، هو الأجدر، توب سنتر بكل نواحي المملكة نور. توب سنتر هو الأفضل، هو الأجدر، توب سنتر أكبر مجموعة. رجعنا لكم احبابنا من توب سنتر، وعند اتصال بنقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ارياف. الو. شوف الكنترول إذا كان عندها مشكلة في الاتصال. وماذا شعورك بتذوق الكريمة؟ كيف طعمها؟ طبعا كريمة مو حق أكل، كريمة دخلت من حق أمي طعمها. الله لا يوريكم. طيب بكرة مجهزين لكم أشياء جميلة. أيوة ألعاب وحماس وفلة زي اليوم. يعني بكرة أنتم تتابعون كأنكم موجودين عندنا في البث إن شاء الله، كأنكم قدامنا تتفرجون لنا وتلعبون معنا. بيعطينا شيء نشوف ما هو هذا الشيء. أكثر موقف مضحك صار لك هذا ما هذه السنة؟ بس ما أفتكر. زي أنا تحصل لي لما أروح البيت أتذكر أقول ليش ما قلت هذا الموقف. حتى أنا كليت عمو مفكر من بدري. لا انا اتذكر لما اوصل البيت يعني اقول يا رب ليش. انا عندي موقف قاعده افكر في بيت الزهور لما سووا لنا حفله، في واحدة اتصلت وتبغى تكلمني. كلمتها قلت لها انت صف كم؟ قالت لي ثالث. وانا على بالي انه تقول سادس، واقول لها الف مبروك التخرج وكذا. والبنت تقول لي الله يبارك فيك الله يبارك فيك. عندي اتصال بعدين بقول لكم شيء حصل لي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. عرفيني على اسمك يا حلوة. وسام. تحبي تشاركي في مزيدي. تحبي تشاركي في الغاز الفناجين ولا أسئلة عامة مع عفاف وإلهام؟ معاكي. أوكي يلا. أنا أكبر الصوت.
كانت زرقاء اليمامة تستطيع الرؤية من مسيرة كم؟ أبا خيارات. يومين، ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. إجابة صحيحة، ودخلتي معنا سحب وإن شاء الله تفوزين بسكوتر أو آيفون أو كوبونات شرائية. مع السلامة. فيلا أنا بقول شيء حصلي. ماما كانت بتسوي لي حفلة التخرج مسلسل للمتوسطة المرحلة المتوسطة، فأنا ما كنت أدري وما أدري أي يوم ولا شيء. عمو قال لي السنة. إيه؟ عمو قال لي السنة. أيوة دي السنة يعتبر. تمام. 2017. لا هو بصراحة. كانوا 17. أيوة يعني خلاص. إلا يعني المهم. فرح ما قدر أحد اللي يقربوا لي عشان أبغى يعني إنك تروحي تلعبي زي كذا. قلت لها طيب ليش رحمة ما تجي يعني ما ادري، قالت لي خلاص خليها تقعد هنا. ورحت ذي اللي قربوا لي ولعبت ورجعت، ما قالت لي فوق في حلم كبار يعني عجايز، المهم ادخل اسلم عليهم في راسهم زي كذا. قلت لها طيب، وتلبس. رحمة كانت واقفه عند الباب واشوف الدنيا ظلام فوق، اطلع واقول لهم هذا العجايز يطلع كل زميلاتي والفرقه ذي العجايز. انت عجايز. وادري ما يضحك اضحك وخلاص. عندنا اتصال ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفين على اسمك؟ يوري أبو جبل. يوري كيف حالك؟ كيف حالك يوري؟ الحمد لله. وانتي؟ كويسة. كيف أجواء مكة؟ حلوة. جوجو وحشتيني. مبروك العمرة، وحشتينا كثير. خلاص إن شاء الله أول ما ترجعين من مكة تجين معانا البث، أوكي؟ إن شاء الله. لا تطولون هناك لأنكم وحشتونا مرة. أي والله. إن شاء الله. طب فطرتي زكية زي الناس؟ فطرتي زي الناس؟ أكيد. طب يلا تبي تدخلين الغاز الفناجين ولا أسئلة عامة مع فاف وإلهام؟ لا بس حبيت أسلم عليكم. أصلا أمزح. وحشتينا كثير. حبك. وأنا حبك. طب إيش جالسة تسوين؟ شوية وبنام. نوم العوافي. تصبحين على خير. يلا باي. وقبل تقولين يعني قبل تقولين بابا. ها اوكي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك استاذ ابراهيم؟ الحمد لله، اخباركم؟ كويس. جزاء منورة بدونك. منورة؟ مظلمة. يا لا لا تضحك، اسمعي. كيفك؟ مبارك أستاذ سليمان. عمو سليمان يسلم عليك. الله يحفظك. يلا موفقين موفقين. أمين وياك. يلا إلهام طيب بجيلي كلام مو دحين لما أجي إن شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. أنا سويت من مصر. والله آسفة، قصدي إنه جزء مظلم. جزاك منورة بدونك. مع السلامة، وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. والله آسفة، والله آسفة، وربك تعب بالغلط. قصدك مظلمة. دايما اسمعهم يقولون جزم منورة جزم منورة. على طول طالع عندنا اتصال نقول الو السلام عليكم. الو. الو ارياف. ايوه الو. عليك الخط. تحبي تشارك في الغاز الفناجين ولا اسئله عامه مع عفاف والهام؟ اسئله عامه مع عفاف والهام. اوكي يلا اسالوها. الو. طيب يلا بسالك، كم عدد ساعات اليوم؟ أسئلة عامة. كم عدد ساعات اليوم؟ نعم. كم عدد ساعات اليوم؟ 24. إجابة صحيحة، دخلتي معنا السحب إن شاء الله تفوزين بأحدى الجوائز. أنا مصدومة من اللي قلت لسه. والله أنا قلت. ونحب ندخل فاصل قصير وبنرجع لكم أحبابنا. فاصل ذا كله. مع ذي المصيبة. توب سنتر توب سنتر توب سنتر توب سنتر.
طبعا احنا يوميا عندنا من الاستوديو الثابت في عالم اطفال ومواهب، وعندنا استوديو متنقل كل يوم من داخل توب سنتر الى ليلة العيد، هدايا قسائم شرائية وهدايا اخرى للاطفال والعائلات. فقط زوروا توب سنتر، طبعا هو امام الدانوب، المركز او اكبر مركز في المملكة، افتتح قريبا. اللي حاب يشاركنا في اي يوم، طبعا احنا في فرع جازان الان، نحن في فرع جازان. وجناكم احبائي بنا من بعد هذا الفصل الصغير البسيط الزرنوط، وعندنا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عارفيني على اسمك؟ هم. ممكن ترفع صوتك شوية؟ نعم. ايش؟ اسمي هم. ما شاء الله، تحبي تشاركي في الغاز الفناجي ولا اسئلة عامة مع عفاف وإلهام؟ اسئلة عامة مع عفاف وإلهام. اوكي يلا. اسئلة عامة مع عفاف وإلهام. اوكي. طيب نسألك، ما هي الغزوة التي حدثت في شهر رمضان؟ ما هي الغزوة التي حدثت في شهر رمضان؟ تبين خيارات؟ خيارات. غزوة بدر أو غزوة أحد أو غزوة بدر؟ غزوة بدر. إجابة صحيحة، ودخلتي معنا السحب وإن شاء الله تفوزين بأحلى الجوائز. ومع السلامة. مع السلامة. هؤلاء إخواني، هؤلاء أصدقائي، هذه جائزتكم جمهورنا لكل من يفوز معنا بالسحب. هذا إسكات الأمن إخواني، من إخوان عفاف وإلهام من الرضا. شوفوا ها، حتى يشبههم سماوي وأزرق الوضع، يعني نفسه. إحدى الجوائز طبعا، هناك كراتين كثيرة منها. أحلى برامج، أحلى هدايا، سمعوكم المطلوب. أنا بسمع إيش يقول لها. أيوة تاني مرة كان لجب تكريجة حلوة. يحاولوا ترى من الفاصل، يحاولوا يذكروني. فنرجع ندردش معكم شويتين كده. طب بسألكم شيء، أسأل عم سليمان، يبي يعرف أحد منكم الطبق؟ أنا لي 3 أيام أصحى بعد الأذان ب9 دقائق. شو 9 دقائق؟ ترى مرة فرق 9 دقائق. ها يلا عفاف. لا بعد أذان. لا بعد أذان المغرب. يلا عفاف. إيش؟ ما دخلت تقريبا 4 أيام. كل يوم أدخل وساعد ماما. صدقتك. وسوي حلا. وأنا ماما حتى أقول لها ماما أجلسي أنا أسوي كل شيء. لأنه في الحقيقة أصلا ما أسوي، بس لازم تحشروني يعني. تن تن تن. أو كان جيتي انقضى عليه في المنزل. يقول سامي خلاني سامي عم سليمان خلاني أوعد، بس أنا ما وعدت نفسي من متى، إنه أنا وعدت على الهوى إني بكرة أجيب لكم أكلة حلوة أو حلا أو أي شيء من طبخي أنا. أنا قاعدة بسوي أنديومي وينحرق حتى بعض أحيان. صح. خلي عند الشيف هنا عندي أنا. أنا مع سليمان. وعنده اتصال ويقول ألو. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. عارفيني على اسمك؟ ها؟ عارفيني على اسمك؟ أنا هتاني سوري. ما شاء الله، تحب تشارك في الغاز الفناجي ولا أسئلة عامة مع عفاف وإلهام؟ الفناجي. أوكي. سؤال يعني يحتاج له تركيز بصراحة. ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ الباب الخشب ولا الباب الحديد ولا الباب المفتوح؟ الباب المفتوح. إجابة صحيحة، دخلت معنا السحب
وإن شاء الله تفوز بأحسن جائزة، صح ولا مو صح؟ صح. طب إذا ذكر مسألة الشات كم عام؟ متى تفوز الصيام؟ ذكروا بالأرقام من داخل السعودية على الرقم 7-0-0-0 7-4-4-2 ومن كل أنحاء العالم 0-0-8-2-1-6-2-2-7-7-4-1-0-6 تحويل رقم 6. أما أرقام الشات اللي يحب يرسل حق الاس ام اس راح تظهر بعد البث. فاللي حصل قبل شوية أنهم أخفضوا صوتهم بسبب المخرج طلع لهم بنظرة إنه ليش رافعين صوتكم لدرجة حتى اللي ما يسمع سمع. صدق ليش يصيحون ما يتكلموا زي الناس؟ صحيح أنت والله اللي صيح. عندنا كل حاجة العائلة كل احنا منكم نجيب حاجه وندوبها. لا احنا نسويها من يدنا. والله حمستوني بسوي دحين. اول ما اروح بسوي لكم. ولو سمحتوا غطوها يعني ما يشوف شكلها. نقيم على الشكل بس. اما الطعم عادي اكيد طعمه حلو. نحن نسوي نحن هلا ولا اكله اكله. إذا أمهاتنا نخرج صدق يعني تخيل إنه تحدي بينك. لا والله أنا بسوي لنفسي حتى. حتى أنا بسوي. تحمست. والله أنا بسوي. بقول الله يلا نروح الصباح بندى ولا لا؟ أنا بقول لماما تخرج من البيت. أيوه وعد بكرة نجيب. أنا بقول لماما تخرج من البيت. وعد كذا وعد لنا. والآن بنروح للتوب سنتر ونرجع لكم يا حبايبنا يا جمهورنا العزالي الحبيبين الراقيين الجميلين وباي. أعزائي المشاهدين نعود مرة أخرى هنا من وسط مركز توب سنتر حيث المتعة حيث التشويق حيث الإثارة. طبعا عندنا ما شاء الله مجموعة من الشطورات مجموعة من الأمورات، لكن قبل ما نتعرف عليهم ونعطيهم المسابقة نحب نقول لكم إن شاء الله خلال 15 شوال و15 القعدة و15 الحجة هيكون عندنا سحب على 3 سيارات مقدمة من مركز توب سنتر. اللي يحب يشاركوا ما عليك إلا الحضور إلى مركز توب سنتر وبعد التسوق طلب الكوبون وتعبئة الكوبون بالكامل وضعها في الصندوق، ربما تكون أنت الفائز بإحدى السيارات اللي حتقدم من مركز توب سنتر. طبعا عندنا الآن مجموعة من الأمورات والشطورات، خلونا نكون مع نارا لارا تتعرف عليهم. وش اسمك؟ جنى نواف عبد الله حمادي. جنى نواف عبد الله حمادي. هلا زيل أحمد عبد الله حواس. هلا زيل عبد الله حمادي. أمان وحيد أحمد جابر مطحاش. وجدان وحيد أحمد جابر مطحاش. ديال عبد الله موسى المالكي. الجوان ذا فضل محمد حمد تهران حكيمي.
إلى فحمد العزي. عثمان ضيف الله حكمي. طبعا لارا الآن حتعمل لهم مسابقة حلوة خفيفة لطيفة ظريفة. المسابقة هذه هي عبارة عن أسئلة مباشرة، خلاص أول واحدة حتعرف الإجابة حتطلع واحدة من الموجودات. يعني لو قلنا الآن سؤال وعرفت الشطورة اللي هنا عرفت الإجابة حتطلع واحدة من الموجودات، خلاص آخر واحدة هي اللي تبقى هي اللي حتفوز معنا بقسيمة شرائية مقدمة من توب سنتر. جاهزين؟ أيوة. نبي صوت. جاهزين؟ أيوة. نبي صوت. جاهزين؟ أيوة. حلو. ويلا يا لارا تفضل أعطيهم السؤال الأول سريع. ما هو الشيء كلما زاد نقص؟ العمر. الحفرة. وش؟ العمر. صح. طلعي أحد من البنات. يلا سريع. ها يلا اختار واحدة سريع بسريع. اختار واحدة سريع. طيب نقول لهم مع السلامة شكرا لك يعطيك ألف عافية. يلا ارجع صف واحد سريع. تعالي يا رحمة. سريع يا رحمة أعطينا سؤال آخر. يلا سريع يا رحمة أعطينا سؤال. ما هو الشيء الذي يبكي بلا أعين؟ شيء يبكي بلا أعين. إيش؟ الغيمة. الغيمة أجابة صحيحة. يلا طلع واحدة من الموجودات سريع سريع. يلا دربت دربت سريع. ترى تطلع أنتي سريع يا أبو شباب. يلا شكرا. تعالي يا شطورة معليش. يلا تعالي يا أرجوان سريع. يلا أرجوان أعطينا سؤال. إيه؟ يلا سريع. إيه؟ يلا قول لهم فاكهة بحرف كذا. يلا فاكهة بحرف الميم. منجا. عندنا شطورة لنا. يلا طلع واحدة من الموجودات سريع. ويا ترى مين اللي حتطلع سريع؟ يعطيك العافية. يلا ارجو خلنا صف واحد سريع سريع. تعالي يا لارا سريع اعطينا سؤال. اسم بنت بحرف الجيم. بنت بحرف الجيم. جمال. جمال. هنا الأولى. قالت ايش؟ جمال. تقول بنت بنت بحرف الجيم جمال. طيب تعالي تعالي خلاص قلت قالت جيهانة. قالت جيهانة. يلا اعطينا واحدة تطلع. يعطيك الف عافية. حلو اذا بدأ الان التنافس اشتد. بدأت المسابقة تشتد. بنت بحرف الجيم جمل. ها طيب يلا حنبدأ. جاهزين؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. حنشوف السؤال عند رحوم. يلا يا رحومة. الجمل يلد في الشهر التاسع من العاشر. الجمل. الجمل ما يلد ذكر. اوه ما شاء الله والله ذكية. يلا اعطينا واحدة منهم حتطلع. يعطيك الف عافية. بقي عندنا الان خمس. حنشوف من حيفوز. نبغى سؤال صعب. نبغى سؤال صعب. نبغى سؤال صعب. توب سنتر يتكون من كم احرف؟ توب سنتر من كم احرف؟ توب سنتر سريع كم؟ سبعة. سبعة واجابة صحيحة. والله هي لقطة الاجابة من احد المتسوقين او احد اللي انا ما ابغى اقول شيء لكن يلا تعالي. يلا واحدة منهم حتطلع الان. هذه. مع السلامة يا شطورة. يلا بقي عندنا الان اربع. ويلا يا ارجوان. تعالي ارجوان اعطينا سؤال. إننا أربعة أخوان ولنا رأس واحد. أربعة أخوان ولهم رأس واحد. من هم؟ من هم؟ من هم؟ سريع. لا حد يتكلم. سريع. رحمة. سريع. أربعة أخوان. أربعة أخوان. لا حتقرب لهم أرجوان. أربعة أخوان ولهم رأس واحد. قربي لهم. إيش؟ اليد. لا مش اليد. يحطوا عليهم إيش مثلا؟ فوق الصحن. خلاص ها. الغطاء. لا مو الغطاء ها. خلاص حطوا فوق الصحن يعني حطوا عليها اغراضهم احيانا كذا. خلاص اسكتي خلاص. دائما تكون موجوده مثلا في غرفه الضيافه في المجالس. الطاوله. الطاوله ما شاء الله واجابه صحيحه. يلا طلعين واحده من الثلاث. هذه. يلا مع السلامه يعطيك الف عافيه. عندنا الان ثلاثه. حنشوف توقع تفوزين. توقع تفوزين. اقول توقع تفوزين ولا لا؟ قول ايوه ولا. ايوه. حلو واثقه من نفسها. ها وانت توقع تفوزين. حلو وانت. ايوه. نشوف. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نبغى سؤال صعب عند مين الان؟ يلا يلا الروش تعالي. ها ما هو الباب الذي لا يمكن فتحه؟ الباب الذي ايش؟ الباب مفتوح. ما شاء الله عليها والله خطيره. جاب صح. ايوه. حلو يلا واحده منهم حتطلع. مع السلامه. نقول لك خير في غيرها ان شاء الله. بقى عندنا ثنتين امورتين. اسمك ايش؟ حلا. حلا وانت؟ اسمهان. 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 اسمهان وحلا. حنشوف مين حلا حتفوز ولا اسمهان. من حيفوز؟ انا. مين؟ انا. يلا حنشوف. نبغى سؤال صعب يا اخوان. نبغى سؤال صعب ما يعرفه احد في الكون. السؤال الصعب هو السؤال الصعب هو نبغى سؤال صعب يعني مو صعب صعب نبغى يعني كذا يعرفوه. خلاص عندك ارجوان. تعالي يا ارجوان. يلا يا ارجوان تفضلي. ما هو الشيء الذي لا يمشي الا بالضرب؟ ما هو الشيء؟ المسمار. ما شاء الله عليها والله ما شاء الله. هذه حافظه الاسئله كلها ما شاء الله. اذا خيرها بغيرها يا شطوره. اسمك ايش؟ اسمهان. اسمهان.
بالله يا اخوان اسمع لها اسمها تحيه اسمع لها تحيه تستاهل. اذا عندنا بقسيمه شرائيه بقيمه 300 ريال هنيئا لك. فازت بقسيمه من توب سنتر بقيمتها 300 ريال. اذا فازت معنا بقسيمه شرائيه بقيمه 300 ريال. اذا اعزائي المشاهدين لكل من يتابعنا الان عبر الهواء المباشر وعبر قناتكم قناه اطفال الموهبه الفضائيه وعبر برنامج اربح مع توب سنتر، لا تروحوا بعيد، برنامجنا يبدا كل يوم الساعه 11 هنا من مركز توب سنتر. رجع الى الاستوديو. بابنا من توب سنتر. بس فين عفاف؟ راحت تقضي رمضان. اصلا اكيد ما راح تجي لنا. 3 2 1 3 2 1. دربك. ورينا مقاضيك اللي اخذتيها. عصير برتقال. تان تان. قولي للجمهور تان ثاني. تمام قضت كل السوق شكلها تان. ايوه سمبوسه مشويه. ذي كوكيز من عندهم جاهزه. ذي فراوله. هذه شوكولاته وفراوله. ذي تانا. ذي الهام سمكه طبعا اللي هي عفيف. الهام الهام كوكيز. وهذا شيبس قال لك. طبعا كلها مفتوحة يعني أكلتها في الطريق. شيبس يقولون لكم أن الشيبس مفيد في رمضان. بس الأشياء دحين يسوي إعلان لهذه الأشياء صح؟ أنت معاكم ما قضيت. ورجعنا لكم أحبابنا وذكرونا شيء نذكركم بسؤال الشات. هو في أي عام فرض الصيام؟ رح اللي يحب يسأل بعد البث رح تظهر أرقام الإس إم إس أرسل عليها من الحين حتى بكرة قبل أن يبدأ البث. والسحب كل جمعة، وعشان تدخل السحب وأحب أذكركم الجوائز هي السكوتر الآمن زي هذا وآيفون 7 وكوبونات شرائية. فأحب أذكركم بالأرقام هي من داخل السعودية 7-0-0-0-7-4-4-2 عندي ومن كل أنحاء العالم 0-0-8-8-2-1-6-2-2-7-7-4-1-0-6 تحويل رقم 6. فننتظر اتصالاتكم احبابنا واعزائنا الكرام. ها ايش الفكره؟ الهام عندها معلومه. ها قول. طبعا لازم نتبادل المعلومات. صح. المعلومه تقول نحن لانه نحب ننشر التوعيه اسمعي في عقول الناس. يلا هل تعلمون أن الماء سر الحياة؟ سبحان الله. إيه؟ هل تعلمون أن الماء سر الحياة؟ سبحان الله. لا مو سر الحياة إلا هو سبب عيشنا، لأنه لو ما في ماء بتنقرض. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله، أول مرة أشوف تقولين آية أو يعني تقولين شيء معلومة. تقول لك انت معلومه. انا ما لا اقول اول مره انتي. لا هي اللي جابت المعلومه. اقول لي الهام اول مره تقول معلومه. ديت قلت خرابيط بس كيف دائما هذاك. شفتي الفيلم اللي نزل؟ شفتي الانمي اللي نزل؟ شفتي كونان ايش سوى؟ دخل كونان. ما ادري فاعزائنا واصدقائنا وزميلاتي واحبابي وزميليني انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولكن لم ينتهي برنامجنا بل سيظل حتى نهاية رمضان. وأحب أذكركم بسؤال الشات لآخر مرة، في أي عام فرض الصيام؟ أرسلوا راح تظهر الأرقام بعد ما ننتهي. ونقول لكم مع السلامة وإلى لقاء جديد يتجدد غدا ومع الأكلات.
ايوه شوفوا الاكلات. اشتريت مقاطع. متحمسين؟ يلا ومع السلامه. باي، الى اللقاء، نراكم غدا. يلا. احلى مرام.